السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة CYS 232، أسأل الجميع أنه يسأل يكتب اسمه ورقمه الجامعي. إحنا وصلنا المرة السابقة إلى الـ Order of Group و Sub Group. أتوقع مين يذكرني؟ مزبوط، احنا وصلنا هنا. طيب احنا حكينا انه حتى تتحقق نظرية السب جروب انه لازم اولا يكون السب جروب عبارة عن جروب، وشروط الجروب تعرفنا عليها اللي هي associativity و the existence of inverse, the existence of identifier و closure. وحكينا إذا كان commutative بيكون abelian group، بس نحن بهمنا يكون group. بعد ما يكون group، بعد ما تحقق هذه الشروط، نتأكد إذا كان الزيادة على ذلك الآن خمسة، الخمسة شروط التالية. إذا كانت الـ A و B member لازم تكون موجود هذه الممبر موجودة بالبوث، وإذا أجرينا عملية على هذه الـ A و B فالنتيجة هتكون C، وهذا الـ C لازم يكون أيضا موجود في البوث. الجروب share the same identity، بيكون نفس الـ identity بالجروب. السب جروب مع الجروب لازم يكون نفس الـ identity. If number of both groups the inverse، إذا موجود member لازم ال inverse أيضا يكون موجود ويكون نفس القيمة. The group made the identity، طبعا بال identity لازم تكون أيضا موجودة، واللي هي بتكون صفر بال additive وبالmultiplicative بتكون واحد. و each group is subgroup of itself، طبعا هذا شيء لابد منه. ثم بعدين بعلن إنها subgroup إذا تحقق هذه الشروط. لكن الآن بهذا المثال زد 10 وزد 12 على المالتيبليكتيف، هل هي هل الزد 10 تعتبر سب جروب من الزد 12؟ أولا الزد 10 هي جروب، والزد 12 هي جروب. الآن سؤالنا، هل الزد 10 هي سب جروب من الزد 12؟ لا دكتور. ليش؟ هل الايدنتيتي نفسه متساوية؟ ايش الايدنتيتي؟ صفر. صفر، احسن. التنتين فيهم صفر. هل التنتين فيهم نفس الممبرز؟ تقريبا بس هون هناك في زيادة الزد 12. اذا معناته مش نفس الممبر. فبهاي الحالة، وكمان هتجد انه الانفرس مش نفس الشيء، يعني مثلا الانفرس للخمسة بالنسبة للعشرة هي خمسة، اما بالنسبة للمدة 12 هي سبعة. فراح تجد انه في اختلاف في يعني الشروط مش متحققه، فلذلك هي ليست سب جروب. هل الاوردر بيعتمد على كم عنصر موجود بالسب جروب؟ طبعا الانفينيتي جروب فالاوردر له انفينيتي، اما الفاينت بيكون الاوردر له بحسب بعدد الممبرز الموجوده فيه. الآن في حالة أن نتعامل مع الجمع، فالأس بهاي الحالة تعني عملية جمع. يعني ما أجي أقول لما أكون أنا بتتعامل مع الجروب وهي عبارة عن الأوبريشن هي أديتيف، وأجي أقول ممبر موجود فيه فلنفرض A أس N، فهي A دوت A دوت إيه. الدوت هنا ليست ضرب، الدوت هنا تعني العملية. فإذا كانت عملية أديتيف فهي تكون الدوت تعني أديتيف، يعني كأنك تحكي إيه زائد إيه زائد إيه بعدد مرات إن. فالأس بالنسبة للأديتيف هي جمع،
والأس بالنسبة للمالتيبليكيتيف هي ضرب. خلينا نتفق على هذا الشيء. إذن عشان نشوف إحنا شو المقصود ب سايكليك جروب سب جروب، وشو المقصود ب السب جروب بهذه الحالة، هي جزء من الجروب. وهذا اللي بتحقق السب جروب هنا، إن لما أجي أقول والله أنا بدي أعمل AOSN من هذا الجروب، فإذا بطلع معي سب جروب، نتائج بتكون سب جروب. هلا بنشوفها كمثال. هلا بهاي الـ AOS 0 دائما هي تساوي الايدنتيتي، فبالنسبة للمالتيبليكيتيف فالـ AOS 0 0، عفوا للاديتيف فالـ AOS 0 هي 0، بالنسبة للمالتيبليكيتيف الـ AOS 0 هي 1. واضحة هذه؟ تمام تمام دكتور. ننتقل للسلايد اللي بعده، نشوف نشوف الآن ببين معنا شو المقصود بالسب جروب. هلا في عندي أنا زي ما بحكي فور سايكليك سب جروب يتم إنتاج، يمكن إنتاجها من الزد ستة الأديتيف. فالمقصود الآن هنا كم تكون النتيجة إذا استخدمت عنصر من عناصره وأرفعه للأس؟ فصفر أس صفر يساوي صفر، صفر أس واحد صفر، صفر أس اثنين صفر. طبعا هنا لما بدك تيجي تحكي قيمة الصفر أس، فهذه تعني بدك تجمع، فصفر أس صفر يعني ما جمعتش ولا مرة صفر، صفر أس واحد يعني بتجمع صفر واحدة، صفر أس اثنين تعني صفر زائد صفر، صفر أس ثلاثة صفر زائد صفر زائد صفر، وهكذا. فهل تجد إنه النتيجة دائما صفر؟ فبهاي الحالة السايكليك تبعه هذا صفر، السايكليك صفر. وضحت شو يعني سايكليك؟ يعني التكرار الرقم حتى يعني من البداية حتى نصل إلى لوب، فكم عدد التكرار له؟ هي عنصر واحد. إذن الصفر فيها فقط عنصر واحد واللي هي صفر. واضحة هذه إن شاء الله؟ نشوف الواحد. هسا الواحد واحد أو الصفر كم؟ واحد أو الصفر تعني الجمع الواحد ما بنجمعوش ولا مرة، فواحد أو الصفر مدة ستة هي صفر، مظبوط؟ طب واحد أس واحد يعني بنجمع الواحد مرة واحدة، فواحد يساوي مدة ستة يساوي واحد. اللي بواحد أس اثنين شو يعني واحد أس اثنين؟ يعني واحد زائد واحد. واحد زائد واحد أحسنت، وهي تساوي كم؟ اثنين. واحد زائد واحد تساوي اثنين، مدة ستة يساوي اثنين. فإذا لاحظ اللي النتائج اللي قاعدة تطلع معاي من الجروب نفسها، من الجروب نفسها. الآن السؤال، واحد أس ثلاثة هي ثلاثة، وضحت معكم. واحد أس أربعة أربعة، واحد أس خمسة خلاص تمام. لحديت الآن النتائج اللي بتطلع معاي صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، تعال نشوف واحد أس ستة شو بطلع معاي. واحد أس ستة شو بطلع معاي؟ ستة. ستة دكتور، ستة مدة ستة صفر. رجعنا للسايكل. هذا هو المقصود بالسايكل، إنه قيم الواحد أس إن هي من ضمن السايكل. السايكل عندي هنا بيبدأ بصفر، بعدين واحد، بعدين اثنين، بعدين ثلاثة، بعدين أربعة، بعدين خمسة، بعدين برجع إيش؟ صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة، إلى ما لا نهاية. وضحت شو مقصود بالسايكل؟ السايكل إذن عدد عناصر السايكل هذا بالنسبة للواحد هي نفسها الجروب ستة. الزد في ستة إيش عناصرهم؟ صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، خمسة لا وبعدين صفر، يعني طبعا بدون تكرار بالنسبة للست، فمن صفر لخمسة، فهي نفس عناصر الجروب الأصلية. إذا زد ستة هي نفسها للواحد، للجروب واحد أس، جروب واحد أس، فبتعطيني الجروب جي واللي حاطينها هنا H4.
H4 لجروب H4 هي تساوي لجروب G نفسه. تعال نشوف الاثنين. طيب يمكن شوي شوي نمشي بالموضوع حتى توضح أمامكم الصورة. الاثنين السايكل تبعها راح يكون 2 أس 0 يعطيني 0، 2 أس 1 2، 2 أس 2 4، 2 أس 3 0، 2 أس 4 2. فهتجد إيش؟ امشي فيهم، إذا بتزيد على الأس 1 هتمشي بالسايكل هذا 2 0 2 4 0 2 4 0 2 4. فعدد عناصر هذا الجروب هي 0 2 4، فهي ثلاثة الأوردر تبعها. إذا H2 إذا 4 طلع عندي سايكليك جروب باستخدام الأوس سميناها H2 ونتائجها بتكون 0 2 4. الأوردر لها ثلاث. أوكي؟ طيب شوفي عندي الثلاثة، الثلاثة ثلاثة أس 0 يساوي 0، ثلاثة أس 1 يساوي 3، ثلاثة أس 2 0، ثلاثة أس 3 بتصير ثلاثة، وهكذا. فالسايكل هنا هتكون صفر وثلاثة، صفر وثلاثة. فإذا الـ H3 الجروب H3 نتيجة استخدام الأس ويكون الإليمنت هو ثلاثة، هتكون السايكل له صفر وثلاثة. فهنا طلع عندي أنا الجروب H3 والتي تتكون من العناصر صفر وثلاثة. لاحظ هاي صب جروب نفسيجي تطلع شو استخدمت. أنا استخدمت الإليمنت ثلاثة والأسس، حطيت كل القيم اللي ممكن المتاحة، وبالنهاية هي مود ستة. بكتر ما عليك هسه بقدر أخذ بالهون بالثلاثة، ثلاثة الصفر ثلاثة السواح، بقدر أخذ ثلاثة الاثنين وثلاثة و... صح؟ النتيجة رضا حتكون بين صفر وواحد، بين صفر وثلاثة. H1 H1 و H2 أعملتم هذول هيهم. هلأ H H1 هي تمثل الجروب اللي بيعطيني نتيجته بس صفر واللي هي صح، صفر أس صفر، صفر أس واحد، صفر أس اثنين، صفر أس ثلاثة، صفر صفر إلى ما لا نهاية، هي بتضلها صفر. كأنك بتجمع أنت صفر زائد صفر زائد صفر إلى ما لا نهاية. فهي نتيجتها العناصر تبعتها تكون بس فقط الصفر. السب جروب الثانية اللي هي صفر واثنين وأربعة اللي هي هذه اللي هي الاثنين، اثنين وصفر، اثنين وأس واحد، اثنين وأس اثنين، اثنين وأس ثلاثة، اثنين أس ما لا نهاية، هتظلها من ضمن القيم صفر اثنين أربعة. الجروب الثالثة اللي هي هذه اللي هي الصفر والثلاثة. الجروب الرابعة هتلاقي إيش اللي هي صفر أربعة، بعدين ترجع صفر أربعة اثنين. هنا إذا لاحظ السايكل هنا، السايكل صفر أربعة اثنين، صفر أربعة اثنين، صفر أربعة اثنين. لاحظ هذا، تجد إنه هي تابعة للجروب تو، بس طبعا الترتيب بيختلف. يعني لاحظ الترتيب هنا صفر اثنين أربعة، السايكل هنا صفر أربعة اثنين. بدك تنتبه انه مش ضروري السايكل يمشي بنفس الترتيب اللي احنا بنتعامل معه. الترتيب مهم احنا دكتور بالنسبه لنا، راح تشوف. لا مش لا، هي شوف كست مش مهم. لا الترتيب مش مهم كست. بس السايكل لما يجي يقول لك هذا سايكل معناته هيضلوا على نفس الترتيب. هس دكتور مارك، انا قد ما كبرت قيمه ان حيظل مثلا مجموعه، خلينا نحكي اتش 2، مهما كبرت قيمه ان حيظل بين 0 و2 و4 صح. المقصود فيها الست دائما، الست بحطوها بشرط ان العناصر ما تتكررش. هلا انت حطيتها 0 2 4 0 4 2 بالست، بالعاده احنا بنحطها مرتبه، بس هذا يعني مش مهم. هلا النتيجه بس بدي اقول لك سايكل، السايكل بالنسبه للاربعه والواحد، الاربعه اس 0 4 اس 1 4 اس 2 هيمشي بهذا الترتيب 0 4 2. تعال اطلع 4 اس 3 هتجدها 0، 4 اس 4 هتجدها 4، 4 أس 5 هتجدها 2، وهكذا. واضح؟ تمام. الآن الخمسة، الخمسة والواحد نفس الترتيب، نفس عفوا نفس الست، لكن تلاحظ الترتيب كيف. 5 أس 0 يساوي 0، 5 أس 1 5، 5 أس 2 4، 5 أس 3 3، 5 أس 4 2، 5 أس 5 1، وبرجع 5 أس 6 0، 5 أس 7 بتساوي 5، 5 أس 8 هتجدها 4، 5 أس 9 هيمشي بنفس الترتيب اللي ظهرت عندي. فهذا عشان هيك سميناه سايكل. إذا السايكل بهذا هي 0 5 4 3 2 1، 0 5 4 3 2 1، هذا المقصود بالسايكل. إذا سايكليك سب جروب
هتجد انه هي عباره عن سب جروب من هذا الجروب، لكن عناصر هذه هي نفس عناصر الجروب نفسها اللي هي تحتوي من 0 الى 5. اوكي وضحت هذه؟ طبعا اذا كنت بتعامل الان مع المالتيبليكاتيف، المالتيبليكاتيف الاس تعني ضرب، المالتيبليكاتيف الاس تعني ضرب. شو يعني ضرب؟ يعني ما اجي اقول واحد اس صفر فكانك بتقول الواحد ما ضربتهاش ولا مره فهي واحد. طب اثنين اس صفر ما ضربتهاش صفر صفر، فدائما بيكون اثنين هو عطاك قاعده اثنين اس صفر بغض النظر عن العمليه تعني ايدنتيتي. فاذا كانت ملتيبليكاتيف فهي بتكون واحد، واذا كان جمع فهي بتكون صفر. اوكي طيب خلينا نشوف الان كم سب جروب بيطلع عندي، كم سايكليك سب جروب بيطلع عندي الان اذا استخدمت الاس. فاذا بلشنا بواحد، طبعا لاحظوا الزد ستار عشر تبلش من تبدا من واحد، من واحد الى تسعه. هلا اختار اربع قيم، ليش بالمالتيبليكيتيف اختار اربع قيم بينما بالاديتيف اختار كل القيم؟ تتذكروا ليش؟ هذول انفرس. احسنت، هي هذه القصه، انك اذا اخترت اي رقم ثاني غير هذول الاربعه ما راح يكون في عندك ايدنتيتي. ما انتهت احنا قلنا بدنا سب جروب، والسب جروب لازم يحتوي على الايدنتيتي. فلو اختار اثنين مثلا، جربوا اثنين، اثنين اس صفر صفر اثنين سوري اثنين اثنين اس صفر هيعطيك نفس القيمه اثنين. لا هي دائما اثنين الاس صفر ايدنتيتي اتفقنا ماشي، بس ما له انفرس الاثنين. اي شيء تضربه بايش اللي تضربه باثنين غير الصفر، طبعا الصفر ما مش من ضمن الزد ماشي، فاثنين اس صفر لا يعني انه الاثنين له انفرس. اثنين اس راح يعطينا صفر مزبوط؟ لا اثنين اس صفر واحد، دائما كل الارقام اي شيء اس صفر بيعطيك الايدنتيتي. اوكي طيب. فالان بس الفكره الان الاثنين بايش اضربه بيطلع مد السته مد العشره يعطيني واحد، مش راح تلاقي. اول خان مستحيل، اول خان مستحيل تكون واحد عشان لا انت قصدك انه الصفر هو دائما الصفر اثنين الصفر. اي رقم تحت العشره او اي رقم بالعالم الصفر بالمالتيبليكيتيف يساوي واحد. دكتور هو يمكن قصده بالاديتيف بتساوي صفر بالاديتيف؟ هذا بالاديتيف ما هو بالاديتيف بتكون ايدنتيتي، ما هي الايدنتيتي صفر. لاحظوا شوي الصفر بالايدنتيتي الاس لها بغض النظر شو كان الرقم فالاس لها بتساوي صفر. يعني ما جمعتهاش ولا مره، ما جمعتش ولا مره معناته ايش؟ راح يكون قيمتها صفر. لكن بالمالتيبليكيتيف الاس اس صفر انت ما رفعتش للاس ولا قيمه فهي بدلها واحد. وضحت وضحت دكتور. اذا انت هاي في قاعده، هي القاعده هي موجوده هنا، اي اس صفر بغض النظر عن العمليه هي تساوي الايدنتيتي. بالاديتيف الايدنتيتي صفر والمالتيبليكاتيف الايدنتيتي تساوي واحد. هلا هنا اختار السب جروب اربع قيم بالعشره، ليش؟ لانه الواحد والثلاثه والسبعه والتسعه هي فقط لهم انفرس، فاي رقم ثاني بتختاره ما راح يكون له انفرس. الان لو تيجي تحكي ثلاثة أس صفر يساوي واحد، ثلاثة أس واحد يساوي ثلاثة، ثلاثة أس اثنين يساوي تسعة، ثلاثة أس ثلاثة 27 مد العشرة يساوي سبعة. ارجع ثلاثة أس أربعة تجي تلاقيها واحد، فظل السايكل هيظهر عندي هنا واحد ثلاثة تسعة سبعة، واحد ثلاثة تسعة سبعة. السايكل هنا بس فقط واحد، السايكل هنا واحد ثلاثة تسعة سبعة، طبعا بالترتيب هذا واحد سبعة تسعة ثلاثة، والسايكل هنا واحد وتسعة. فهنا عندي أنا بطلع عندي كم سايكل؟ أربعة سايكل أو ثلاثة سايكلز، لأن هذول اثنين تقريبا زي بعض بس الترتيب بيختلف. فراح يطلع عندي ثلاثة سايكلز، السب جروب هذولا
اللي هي الواحد أو واحد وتسعة أو واحد وثلاثة وتسعة وسبعة. طيب الآن إذا اخترت إذا اخترنا رقم يكون برايم نمبر فبتختلف العملية. كل الأرقام اللي تحت البرايم نمبر إلها مالتيبليكيتيف انفرس. إذا اخترت المد يكون برايم نمبر زي 11 فهتجد إنه كل الأرقام اللي تحت ال 11 من 1 إلى 10 إلها مالتيبليكيتيف انفرس. وطبعا القاعدة هي معروفة إنه أنا دائما بشوف إيش الرقمين اللي بدي أضربهم ببعض بحيث يكونوا رقمين عبارة عن برايم. هذول إذا ضربتهم ببعض بعطيني المودلس. بهاي الحالة باجي بقول الفاي تبعهم اللي هي بتساوي B minus 1 في Q minus 1 على أساس الرقمين B و Q. بهذه الحالة لو تيجي تطلع أصلاً الـ B الـ 11 هي برايم. فبإيش اللي يضرب إيش التو برايم نمبر تضربهم ببعض بعطيك 11 اللي هي نفسها الـ 11 في 1. فتيجي تقول 11 ناقص 1 فتساوي 10. 10 هي عدد الأرقام التي تكون إلها ملتبليكاتيف إنفرس. إذن 10 أرقام بالمد 11 إلها ملتبليكاتيف إنفرس. طيب هنا شو بحكي لك؟ أسايكليك سب جروب. أسايكليك جروب is a group that its own cycle. يعني بدي يمشي بهذا الترتيب. يعني ما أجي أقول جي الآن جي هي تعني الجينيريتور. بنشوفها أنا بنشوف شو المقصود بالجينيريتور. هنشوفها الجي أس إن تساوي إي. شو الإن هنا بالمثال هذا؟ شو الإن؟ مش العشرة، الأربعة. الأربعة ليش عندي أربع أرقام؟ فلما تيجي تقول ثلاثة أس أربعة بتلاقيها واحد، سبعة أس أربعة بتلاقيها واحد، تسعة أس أربعة بتلاقيها واحد، واحد أس أربعة بتلاقيها واحد. فهذه قاعدة إنه دائما عدد اللي هو الفاي نمبر عددهم إذا رفعته للأس لأي عنصر موجود في داخله بيعطيك واحد. تعالوا نشوف هذا المثال يمكن بتكون توضح الأمور أكثر لكم. خلينا نأخذ المود 13. المود 13 عدد الأرقام اللي إلها ملتبليكاتيف إنفرس هي 12 رقم. الواحد من بينهم، الواحد من بينهم، بس احنا استثنينا الواحد لأنه راح يزيد يعني بحجم التابل بس لا أكثر ولا أقل. يعني الواحد منهم بس الواحد شو ما ترفعه للأس بضل واحد. احنا بدنا نحط حطينا بس بالتابل اللي هي الأرقام اللي لما أرفع الواحد للأس القيمة للأس بتتغير. فإذا اعتبرنا الـ A إذا كانت الـ A 2 إذا كانت الـ A 2 هي 2 فـ 2 أس 1 2 2 أس 2 4 2 أس 3 8 2 أس 4 يساوي 16 مد الـ 13 بيطلع 3 2 أس 5 هيطلع معي 6. إذن هذول الأرقام هم من نتائجهم حتى نصل إلى لاحظ الـ B هنا الـ B تساوي 13 اتفقنا الـ B تساوي 13. الفاي اللي هو عدد الملتبليكاتيف إنفرس الفاي للـ B هتساوي 12. 12 رقم إلهم ملتبليكاتيف إنفرس فالفاي يساوي B. فأي رقم من هذولا من اللي موجودين A أس 12 هتجد أنها تساوي 1. طلعوا على هذه الخانة A أس 12 هتساوي واحد. يعني إذا كانت الاثنين اثنين أس 12 واحد، ثلاثة أس 12 واحد، أربعة أس 12 واحد، 12 أس 12 راح تطلع الجواب واحد. فهتجد إيش؟ إنه في قاعدة إنه إذا كانت قيمة إذا كنت بتعامل مع البرايم نمبر أو لاحظ الإن كمان حتى لما كان عشرة فبتختار الأرقام اللي لهم ملتبليكاتيف إنفرس هنسميهم أسماهم جي. ليش سماهم جي؟ هذول اللي هم ملتبليكاتيف إنفرس. أس الفاي أوف إن خذها قاعدة هاي تساوي واحد. نرجع للمثال السابق اللي عشرة
هتجد انه هنا هاي العشرة، ارجع باك العشرة الفايلة له أربعة، الملتيبليكاتيف انفرس اللي هم الجي بعد نعتبرهم الجي هنا، الواحد والثلاثة والسبعة والتسعة، فالجي إذا يا سواء يا واحد يا ثلاثة يا سبعة يا تسعة أس أربعة هتساوي واحد. نفس الشيء هنا البي هنا 13، فعدد الأرقام اللي لها ملتيبليكاتيف انفرس هي 12، فالفاي اوف ان تساوي فاي اوف بي هنا بهالحالة بحكي تساوي 12، طبعا فاي اوف بي هي تساوي بي ماينس 1 تساوي هنا لأنه بي 13 صارت 12، ف 12 هو الفاي، فأي رقم موجود جوا هذا من 2 طبعا هو الواحد ما بشمول، من الواحد ل 12 أس 12 راح يطلع الجواب واحد. يعني السايكل بنتهي هون، يعني عندي البنت من A أس 1 إلى A أس 11 بيكون عندي السايكل ثم برجع واحد بعدين بترجع تعيد الدائرة. يعني A أس 13 يساوي 2، A أس 14 عفوا بالنسبة للاثنين 2 أس 13 راح تساوي 2، 2 أس 14 راح تساوي 4، يعني بقدر أعرف الجواب مش راح يتخطى هذه الأرقام. أوكي عدد الاوردر للسايكلز تعالوا عدوا معي وركزوا معي كويس، 2 4 8 3 6 12 11 9 5 10 7 1، هذول اذا عديتهم هذول 12 رقم. طيب 3 هنا لما تكون A 3 بتطلع جواب 3 9 1 3 9 1 3 9 1 3 9 1، فاذا هنا الاوردر راح يكون 3، اذا السايكل حجمه او الاوردر له 3. طب هنا 4 3 12 9 10 1 4 3 12 9 10 1 قديش هذول؟ هتلاقيهم 6. طبعا هي مش قاعده، انا قاعد بعد معاك عشان بدي اوصل للنتيجه الثانيه. 5 12 8 1 5 12 8 1 5 12 8 1 هتلاقيهم 4 اللي متكرروا هنا. الستة هاي عدهم بتلاقيهم 12، وهذه السبعة أيضا هتجيهم 12 12. عندك لما تكون 8 8 12 5 8 8 12 5 1 8 12 5 1 8 12 5 1 هاي 4، وعندك 9 3 1 9 3 1 هاي عبارة عن 3 هنا دي أوردر، والعشرة تسعة اتناش ثلاثة أربعة هاي هناك كم واحد واحد اثنين العشرة عشرة تسعة اتناش ثلاثة أربعة واحد ستة هذول هيكونوا، والإحداش عدهم بتلاقيهم اتناش، والاثناش اتناش واحد اتناش واحد اتناش واحد اتناش واحد هتلاقيهم اثنين، والواحد الواحد اللي احنا جهلناه هتكون الاوردر له واحد، يعني واي واحد اس اي رقم بضل واحد. فهتجد طلع لي الفاي اوف بي هذا هنا يساوي 12، السايكليك جروب هيكون من عوامل ال 12. شو هي عوامل ال 12؟ يلا احكوا لي شو عوامل ال 12؟ 6 3 2 4 ال 12 ال 12 وال 6 وال 3 وال 4 وال 2 وال 1 هيهم موجودين هنا، هذول عدد السايكلز، يعني السايكل جروب راح يكون من مضاعفات الفاي اوف ان. لما كانوا 4 بالزد 10، لما كانوا 4 الفاي كانت يا اما 4 يا اما 2 يا اما 1، فهي من مضاعفات الفاي. فعشان هيك السايكل جروب ده هي ما كلها كده. The length of this run are always number divides eventually into 12. ممكن تكون طبعا القيم اللي هي إما 12 يا إما 6 يا إما 4 يا إما 3 يا إما 2 يا إما 1، هاي هم بتلاقيهم هون هذول الرنز. وإيش كمان إحنا دائماً بنختار، دائماً لما من نختار أرقام نعتبرهم جينيراتور، يعني هذول أحسن إشي تتعامل معاهم
حتى انه يعطيك مختلف القيم اكبر عدد من الرانز. دائما بتختار الارقام اللي لهم اكبر عدد من الرانز والتي تساوي 12. ليش؟ لما تيجي تعمل انكريبشن، اذا اخترت مثلا على سبيل المثال انت تعاملت مع المود 13 بدك تعمل مع الاسس، اذا اخترت ال 12 يا الجواب يا 12 يا واحد يا 12 يا واحد يا 12 يا واحد، يعني عمليه الانكريبشن تكون مش صحيح، مش مش يعني ما بيعطيك اجابه كامله، ومش راح تقدر تعمل ديكريبشن، او خلينا نقول راح نضطر نعمل عمليات كثيره حتى نقدر نخفي الانكريبشن. وعمليه البروت فورس كان سهل. ليش؟ لانه بس عندك تو رانز. اما اذا بتختار جنريتور بيعطيك كل الاحتمالات واللي بيكون اللينك له مساوي لل 5N، هذا اللي بيعطيك ايش؟ اقوى انكريبشن، وهذا اللي بيعطيك البروت فورس له عالي. فلذلك اللي وين اي بيعطيني جميع الستس او اللينكس للستس هذه الساكت جلوب بيكون يساوي 5N، فهذا بعتبره جنريتور. ودائما احنا بنحاول نختار جنريتور. اذا هذه القاعده بدكم تنتبهوا لها. على ان كريبتوغرافي طبعا احنا دائما بنحاول نختار فيرم ثيورم، بيحكي لك دائما بتحاول تختار البي، ودائما الاي اي نمبر موجود من ضمن الواحد الى بي ماينس 1 ماشي، حطيته اي اخترته يعني ورفعته للاس بي ماينس 1 بي ماينس 1 راح تكون جوابه يساوي 1. يعني هنا نرجع لهذه البي ماينس 1 اللي هي ايش؟ طبعا الفاي هي مفروض الفاي، بس لانه هذا برايم نمبر فالفاي له هي بي ماينس 1. لاحظ اعيدكم اياها مره ثانيه، احنا حكينا البي الفايل البي هي بي ماينس 1. فانا لما ارفع هذا الاي اس فاي اوف بي تساوي 1، هي نفسها اي اس بي ماينس 1 وهتساوي 1، لانه بي ماينس 1 هي نفس الفاي. فهنا لاحظ البي ماينس 1 كان 12، فاي رقم موجود من الست من 1 الى 12 تختاره وتعتبره هي الجي اي اس 12 هتساوي له 1. وهذه القاعده اطلقوا عليها فيرمي ثيورم، وبنفس الوقت إليير ثيورم. طبعا فيرمي ثيورم هي بتشتغلش بس فقط على البي، بتشتغل على الان، فعشان هيك الفيرمي ثيورم بتحكي لك بتحكي خلينا نعمل كانسل. الفيرمي ثيورم بتحكي عن انه الفاي اللي بختاره لما اتعامل مع الان، واذا اخترت البي ماينس 1 فانا بتعامل مع برايم نمبر. طيب هلا هذا شو بيفيدني؟ هذا بيفيدني انه اذا المسج اس وات ايفر بتقدر تعمل له ريديوس، تقدر تعمل له ريديوس. يعني مثلا لو جيت قلت لك احسب لي الاربعه اس 50 تقدر تحسبه؟ سهل جدا، بديش استخدم آلة حاسبة، انت بس اعطيني التيبل هذا، اعطيني التيبل هذا وانا بحسب لك اياها. 4 اس 50 قديش يساوي؟ وين الأربعة؟ هاي الأربعة صح؟ الأربعة السايكل تبعه بتكرر، عندك 4 3 12 9 10 1 بعدين 4، يعني 6 مرات الرن تبعه صح؟ طيب لما اجي اقول لك الأربعة مد اس 12 بتساوي 1، هاي احنا متاكدين منها 4 اس 12 تساوي 1 صح؟ طيب انا لو جيت قلت لك ال 50 مد 12 قديش بتساوي؟ يلا احسبوا لي اياها، يعني شيل منهم 12، 50 مد 12 قديش بتساوي؟ يلا شباب 12 12
كم؟ كم؟ اثنين. الخمسين مدة 12 هي نفسها، إذا أربعة أس خمسين، طبعا أربعة أس خمسين، خليني أكتبها هيك، مد 12 هي نفسها تساوي أربعة أس اثنين مد 12، مزبوط ولا لا؟ مظبوط مظبوط، لانه كل 4 اس 12 بيعطيك 1، و4 اس 12 لانه 4 اس 50 هي لو تيجي تحسبها، ال4 اس 50 هي تساوي 4 اس 12 مضروبه ب4 اس 12 مضروبه في 4 اس 12 مضروبه في 4 اس 12 مضروبه في 4 اس 2. طيب هاي واحد وهاي واحد وهاي واحد وهاي واحد وهاي واحد، كانك بتحكي واحد في واحد في واحد في واحد في أربعة واثنين، إذا كانك بتحكي أنت أربعة واثنين، جيب لي بس جواب الأربعة واثنين، هاي الأربعة واثنين هي موجودة عندي هون، هي تطلع معي الجواب ثلاثة، يعني أنت بس أعطيني هذا الجدول وأنا بعطيك الجواب شو مكان الأس، وضحت؟ فهذا اللي قاعد بحكي لك يا هنا بالقاعدة هذه، إنه أنا مش هنعمل ريدكشن، فأي أس إكس بغض النظر عن قيمة الإكس فهي تساوي A أس X مد الـ B minus 1، يعني إحنا الـ B minus 1 12، فأنا بعمل مدة 12. إذا كنت بتعمل مع برايم نمبر تساوي 17، فالـ A اللي بده يكون أقل من 17 واللي هي عدد الـ numbers اللي هم multiplicative inverse هي من 1 إلى 16، كلهم إنهم multiplicative inverse لأنه 17 هي برايم نمبر. الآن لو تيجي تحكي لي أي رقم بتختاره، أي رقم بتختاره وتقول له A أس 16، راح أقول لك الجواب واحد. أي رقم من مد، طبعا مد 17 هتساوي واحد. أوكي؟ فإذا معناته لما تيجي تقول لي طب احسب لي A أس 50، بتقول لي كم 16 موجود فيه؟ 16 و 16 و 16 48، بيطلع نفس الشيء A أس 2، كأنك بتحكي A أس 2 مدة 16 مدة 17. فهي بنسميها اللي هي باور ريدكشن عشان اختصر في الحلول. اذا هنا in a cyclic group we need to have the order of 12، بس فقط بيكون عندك 12 السائل runs راح يكون يا 12 يا 6 يا 4 يا 3 يا 2 يا 1. These links runs always divides into 12 من ضعف طبعا. فأي جي بتختاره مد أس الآن مد 13 is going to generate a group واحد من هذول، يا إما بيكون 12 run، يا إما 6 run، يا إما 4 run، يا 3 run، يا 2 run، يا 1 run. فدائما الواحد أس إن تساوي مد 13 يتساوي 1. طبعاً لما بيقول لك إنه one run إيش المقصود فيها؟ اللي مثل الواحد، طب ممكن يكون في رقم ثاني، ما بالنسبة للبرايم ممكن يكون لا. الزد عشرة، الزد عشرة قال لك إنه في ثلاثة run، اللي هي الواحد واثنين وأربعة، فهي بتلاحظ من من مضاعفات الأربعة، من عوامل الأربعة. الزد ستة لأنها برايم، ستة مش برايم، فتجد انه الرن تبعها، طبعا هي بالاديتيف، الاديتيف موضوعها غير، الاديتيف كل الارقام، كل الارقام بالرنز تبعها، او خلينا نقول كلهم لهم ملتيبليكيتيف انفرس، فكل الارقام بجرب عليهم. اما بالنسبه للزد ان مثل لما تكون ان تساوي 10 مش كلهم بجرب عليهم، لانه بس اربعه فقط فيهم ملتيبليكيتيف انفرس، فدائما بدور على الملتيبليكيتيف انفرس اللي لهم ملتيبليكيتيف انفرس في حاله الضرب. اوكي، اذا الاديتيف انفرس بيكون بشمل كل الارقام، اما الملتيبليكيتيف انفرس بدي اشوف اللي بيكون لهم بالملتيبليكيتيف، بدي ادور على الملتيبليكيتيف انفرس. اوكي، اذا دكتور مالك، اها بس يا دكتور بكفي عشان نجقنا، بس عاد عشان نلحق ندرس. ايش انا ما اعطيتش شيء لسه، هذا اللي هذا الخارجي هذا، خلي بالكم هل اللي اعطيتكم اياه هذا اوريدي راح اعيده انا قبل لا اوصل للار اس اي، يعني الجزء اللي هي الفيرمت والهذا، لانه انا سبقت شوي، لانه بدي اربط المواضيع ببعض يعني، فهذا يعني باعتبار لانه زملائكم بالشعب الثاني ما اخذوهوش، هذا باعتبار انكم انتم تهيأتوا له، لكن انتم باعتبار ما اخذتوش شيء،
يعني بدي أوصل بس لهذه النقطة، هذه النقطة. يعني ايش تشبه؟ assume that G is a group and H is a subgroup. طبعا عرفتوا الآن شو مقصود بالsubgroup. الرنز السبجروب المقصود الرنز السايكليك، يعني كم بيطلع عندي أنا جوابي إذا بختار واحد element من هذه الجروب وأرفعه للأس مد القيمة، سواء كان مد N ولا مد B، هذا المقصود بالsubgroup الرنز تبعه كم قيمه. إذا if the order of G and HR، طبعا الجي والار بنقول عدد الرنز، اللي هو لما اجي اقول لك مطلق جي او مطلق اتش المقصود فيه عدد الرنز، واضح؟ يعني انا ما بجي باخذ والله الجي مثلا، جي مثلا مده 13، اقول والله انه طبعا مده 13 ملتيبليكيتيف راح يكون ايش لحاله، بيكون اللي هو الاوردر له 12. لكن لما اجي اقول اي عنصر موجود بهذا ال 12 عنصر، لانه له ملتيبليكيتيف انفرس، باخذه برفعه للاس مده 13 او مد البي، الان ممكن تظهر عندي الرانس سب جروب جزء ارقام جزئيه من هذا الجروب الكبير. فلازم يكون عندك السب جروب هي ديفايد سيتي. يعني باختصار انا لكل اللي شرحته سابقا مشان اوصل لهذه النقطه، عشان تفهموا هذه النقطه اضطريت اني انا اسبك ببعض الدروس. فهذه النقطه لما تبدي تقراها بتقول والله شو اللي قاعد بيحكي، فهذا اللي خلاني اضطر احكي الكلام السابق. فاذا معناته السب جروب دائما ديفايدز للجروب الاصليه، وخذها هذه قاعده، وهذا الشيء شفتوه بالتيبل اللي حطيت لكم اياه كمثال هنا معي. طيب اذا هذه القاعده، القاعدة وين رحنا احنا؟ دكتور الشابتر الثاني هذاك راح تشرح له قدام. الجزء هذا الفيرم ثيوم والاليورثينيوم راح ينشرح مرة ثانية، بس انا انزل احكي بعيد لكم اياها مرة ثانية. انا اضطريت بس انتم هلا فهموه، لانه عشان تريحوا حالكم قدام، انا اضطريت احط هذا السلايد عشان اقدر اوضح هذه النقطة. انا هذه النقطة اذا ما يعني اذا ما كنتش في له شرح مش راح تتوضح امامكم، ما بديش اخذها احفظ، واضح؟ إذا the order of elements هي order of cyclic group it generates، هذا المقصود في الorder. order of elements order of cyclic group it generates. يعني هون لما تيجي تحكي لي الorder للاثنين أس هتقول لي والله 12، الorder للثلاثة أس هتقول لي تساوي 3 9 1 اللي هي 3. إذا هذه توضيح لهذه الجملة the order of an element is the order of cyclic group it generates الرن تبعه. فبتهيألي الآن لما أجي أسألك والله إذا كان عندي جروب جي وكانت بتعامل مع المودلس 6 وبتتعامل مع إشارة الجمع الأديتيف، فكم اوردر بيطلع عندي؟ في جروب انتم طلع عندكم رن واحد، في جروب طلع رن إيه، طبعا احنا السته بيكون ديفايس، بده يكون ديفايس للسته، فاذا كان ديفايس للسته هي عوامل السته، فاذا راح تلاقي في واحده منهم تكون سته، في واحده منهم بتكون ثلاثه، طبعا الاربعه مش راح تلاقيه، ليش؟ لانه الاربعه مش من عوامل السته. في واحده منهم بتكون اثنين، وفي واحده منهم بتكون واحد، فلازم تعرف تربط ليش طلع هذا الاوردر، لانه انا بدي اتعامل مع عوامل الستة بالاديتيف، كل الستة أرقام لهم اديتيف انفرس. بالنسبة للضرب العشرة حكينا بس فقط عندي أربع أرقام اللي بيكون في لهم انفرس، فبهذه الحالة إذا أنا بتعامل مع الأربعة، فإذا النتائج راح تطلع عندي من مضاعفات أو من عوامل الأربعة، فهتجد عندي مجموعة سايكليك بتكون لها أربعة، مجموعة سايكليك لها اثنين، ومجموعة سايكليك لها واحد. فالآن ممكن تتوضح الأمور، إنه بس أعطيني أنت المودلرز وأنا بطلع لك شو السايكليك لإله، واضح؟ إحنا تقريبا إحنا مفروض طبعا حسب المخطط مفروض نخلص الخميس. هلا أنا بهذا الشابتر كلياته بتحكي عن الرينج والفيد، هذا كلياته همور عليه مرور سريع، بس يعني اتهيالي راح ياخذ مني وقت. هلا اذا ما طبعا انا بدي اوصل للنقطه اللي جلوريوس فيلد، الجلوريوس فيلد هذا لازم ينشرح بمحاضره كامله. هلا اذا ما قدرتش انا اخلص
او اوصل للجروس فيد يوم الخميس، او حتى اذا بلشنا بالجروس فيد يوم الخميس اكيد راح اسجل لكم محاضره مخصوصه بس فقط تشرح عن الجروس فيد بشكل مفصل، لانه هذا بيجي عليه سؤال، هذا اسالوا زملائكم السابقين، هذا سؤال سهل ينفهم، انتم شايفينه هيك معجوق بس الها اسلوب التعامل معه واموره سهله جدا، فهذا لازم يخلص الخميس. انا عشان اذا مش راح نخلص الخميس لانه زملائنا او زميلي الدكتور يزن تقريبا اليوم بخلص المحاضره هذه على حسب كلامه، طبعا اذا ما واجه اي اعاقه فيوم الخميس هيبدا بمحاضره جديده، فبنحاول ان احنا نلحقهم. طيب الرينج والفيلد، الرينج والفيلد انا ارجع لورا، احنا وصلنا لهنا. الفيلد هي المقصود فيها ان يجرى عمليتين، لاحظ انا فيلد دينوتس اني بتتعامل مع اف وهي عباره عن جروب، هي بالاصل هي جروب ماشي، بس بشرط انها تكون كوميونيكيتيف رينج. طبعا اتوقع انه هذا لا بده بدناش نمشي فيه بسرعه، خلاص بكفي هيك اليوم، بكفي هيك بلاش من اجل هيك مش راح لحق يخلصوا هذا اليوم، فبنخليها للخميس. وزي ما حكيت اول ما احنا طبعا المفروض ابدا بال جروب، خلصنا الجروب فيلد مظبوط، فيلد اول شيء بعدين رينج، الرينج بعدين فيلد اول. فاذا خلينا ايش يوم الخميس ان شاء الله نبدا بهذا، وان شاء الله انه احنا اذا ما ختمناش الجلوريس فيلد ب ب ب بكون لها محاضرة خاصة. ماشي، أي سؤال؟ الله يعطيكم العافية.